أهلا بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة في الفقرة التانية بعد أخبارنا ملف يمكن ما تناقش كتير في المجال الإعلامي، ملف أنا في اعتقادي ملف مهم جدا، ملف التعليق الرياضي. التعليق الرياضي على المستوى كرة القدم طبعا ملف مهم جدا، عشان كده معانا اتنين من ضيوف العيار التقيل جدا جدا في التعليق الرياضي على مستوى مصر وعلى المستوى العربي. معانا النهارده الكابتن عصام عبدو. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هاني، منورنا. مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، وسعيد ان اكون موجود معاك النهارده. حبيبي يا كابتن. طبعا الكابتن محمد عفيفي ابن قناه النادي الاهلي والاحد المعلقين اللي كلنا بنستمتع بيهم. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هاني، سعيد بوجودي مع حضرتك. سعيد موجودي، كنت واحد الحمد لله من اول اللي اشتغلوا في القناه في 2008 لغايه 2012، وزي كده اسم البرنامج البيت الكبير. احنا رجعنا للبيت الكبير تاني مع واحد من نجوم الكوره الكبار. ده شرف لينا كبير. برضو حته في البدايه كده، عشان من اوائل الناس اللي علقوا في القناه هنا، يعني القناه طلعت بصوت واحد من ابناء النادي الاهلي الكبار، كان الاعلام الكبير الكابتن احمد شوبير. كان اول لقاء الاهلي وروما لو تفتكر يا كابتن. وبعد كده صوتين ثلاثه بداوا، الكابتن هشام فهمي ومحمد عفيفي واكثر من معلق، كابتن محمود بكر، ونجوم كتير توافدوا على المكان ده. نتمنى ان شاء الله ان هو يفضل في المكان. ان شاء الله. اهلا بيكم في بيتكم. رجعنا مع حضراتكم. زي ما شفنا في التقرير، فعلا اتنين من المعلقين ذو المستوى الراقي جدا 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 هنتناقش معاكم النهارده. اهلا بيكم مره ثانيه. اهلا بيكم. طيب، الملف كبير وعندنا اسئله كتيره جدا جدا جدا، وفي اعتقادي انه ملف مهم جدا ان احنا نطرحه للناس، الناس تعرف ايجابياته وسلبياته، ونوصل ان شاء الله لمعلومه مهمه جدا للناس. لكن خلينا اتكلم في الاول كابتن عصام وكابتن محمد، المجال ده يعني دخلتوا لي اشمعنى المجال التعليق بالذات، دخلتوا القصه ديت، وكان ليكوا تجربه مثلا، كنت بدات لعيب او بدات، يعني عايزين نعرف المجال، لماذا اخترتوا دخول مجال التعليق؟ كابتن عصام. كابتن عصام اتفضل. لا حبيبي كابتن حبيبي. انا اولا سعيد جدا كابتن هاني مع حضرتك ومع كابتن عفيفي، من الشخصيات الجميله واللي بعتز بصداقتها. التعليق كابتن هاني، انا طبعا انا بديت في دبي الرياضيه. انا يمكن بختلف عن تقريبا كل المعلقين في مصر، انا لحد دلوقتي لم اسجل في مصر وما اعتمدتش في مصر، وبقالي اكتر من 20 سنه 22 سنه في قنوات فضائيه بره مصر. انا بدات من الامارات، بدات عن طريق دبي الرياضيه. كنت بلعب في دوري اسمه دوري المؤسسات، دوري صغير شويه في الامارات، وبعد كده اتصبت. انا كنت من صغري بحب جدا موضوع التعليق لحد ما جات الفرصه ودقيت الابواب. لكن طبعا فرصه تعب، يعني انا قعدت ادق الباب بالتلفزيون حوالي 3 سنين عشان حد يسمعني ويشوفني وكلام من ده. وفضل كده. كنت بتلعب كرة؟ كنت بلعب. النقلة من اللعيب انك تفكر على طول تبقى معلق، يعني انا كنت بلعب في دورات هناك، كمان دورات رمضانية بتبقى فيها كل لعيبة منتخب الامارات ولعيبة منتخب العرب كلهم. أوكي. بيستدعوا نجوم كبار جدا من كل الوطن العربي فبيجوا يلعبوا في البطولة الرمضانية. انا كنت بلعب فرق من الفرق الكبيره، ولحد السيمي فاينل اتصبت. فلما اتصبت في السيمي فاينل كان في معلق بيجيبوه، معلق من شمال افريقيا، فما جاش تقريبا في الماتش بتاع السيمي فاينل، فطلب مني ان انا اغطي الراجل، فغطيت. الناس كلها الحمد لله عجبتهم جدا، وتقريبا عملت الفاينل بسبب الاصابه دي. وبعديها بدات بقى قصه ان كل الناس سمعتني وعجبتهم وكلام من ده، والحمد لله. تقريبا قعدت برضو اتعب ان انا ادخل التلفزيون في دبي، لكن دخلت. وبعد حوالي 20 25 يوم كنت عامل فاينل كاس سكوتلندا، واشتغلت طبعا قبل ما ادخل التعليق يا كابتن هاني. اشتغلت على نفسي في حاجات كتيره جدا، منها الجزء التحكيمي، الطب الرياضي، التدريب. خدت دورات على 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 مستوى مش كبير قوي، لكن برضه عشان ابقى فاهم، لان التعليق بصراحه مهنه صعبه جدا، ومهنه فيها نسبه يعني فيها جزئيه عامله زي القضاء كده، فلازم تدي كل الناس حقها، تدي كل الفرقتين حقهم، تدي للجهاز الفني، تدي للعيبه، تكون عندك. ده اكيد هنجيله لان في اسئله كتيره جدا في فدخلت بقى الحمد لله. قعدت فتره مع دبي الرياضيه، وكنت بعمل ريفر بليت وبوكا جونيورز من الارجنتين، وعليه رحمه الله الشيخ صالح كامل واولاده سمعوني، وعلى طول بعديها وكابتن عدنان حامد كان مدير القناه فكلموني. واول ما رجعت الحمد لله التحقت بالاي ار تي، قعدت سنوات طويله لحد برضه ما اتباعت القناه ورجعت دبي الرياضيه تاني، وبعد كده دلوقتي في ابو ظبي الرياضيه من 2008 لدلوقتي. يعني نقدر نقول يا كابتن كل المشوار الطويل ده صدفه، انك كنت بتلعب كوره وبعدين كان في الدوره ديت فخلاص، والراجل اللي كان بيعلق على مباريات ما كانش موجود، فالصدفه لعبت دور كبير واشتغلت على نفسك طول المشوار ده. هو زي الفن، هي التعليق انا بعتبره جزء من الفن والمسرح بالذات. يعني عارف المسرح
فالمعلق لازم يكون عنده فن ويكون حابب المهنه، لان المهنه مهنه الموهوبين يعني فيها موهبه. طبعا انا الطريق مختلف تماما عن الكابتن عصام، هو يمكن هو وجد صعوبات لان بدا الطريق بتاعه خارج يعني زي ما بنقول حدود الوطن. احنا هنا يا كابتن في نظام وسيستم للمعلقين، حتى كل جيل من المعلقين بيتسمى بمجموعه، يعني من اول الجيل القديم بتاع الكابتن محمد لطيف طلع جيل الكابتن الشربيني والكابتن حماده امام، وكان الموضوع هنا قاصر يمكن على نجوم كره القدم ونجوم الاهلي والزمالك. يمكن اللي كسر القاعده دي في فتره كابتن محمود بكر الله يرحمه وكابتن الدويني نجوم النادي الاولمبي، وبرده كانوا لاعيبه كبار ورؤساء انديه، فكانوا بيقدروا ان هم يقتحموا مجال التعليق، وكان المجال قاصر تماما على الاسماء الكبيره. جت في فتره التسعينات انت عارف في فتره انتقاليه كده زي فترات المطربين والمغنيين، يبدا يطلع جيل جديد بالظبط، وبداوا يلجأوا لافراد غير لعيبه الكره النجوم، ممكن يكونوا لعبوا في انديه زي ما كابتن عصام لعب في قطاع الناشئين، انا لعبت ناشئين اسكو لغايه المقاولين، مش نجوم اهلي وزمالك، فبقيت تعتمد على الموهبه الكبيره هي اللي انت عايزها الفتره اللي جايه، لان خلاص نجوم الكوره بدا شويه تقل عندهم القابليه ان هم يروحوا يعلقوا او دخلوا المجال. هنقوله برضو في الفتره اللي جايه بداوا ينسحبوا منه ليه. المهم برضو عشان ما اطولش ناخد الفكره كلها في المقدمه، انا عايز اعرف الحته بقى النقله. انت يا بدات النقله قدريه، برضو النقله قدريه. انا برضو كنت لعيب لغايه الدرجه الاولى، لعبت درجه اولى في اسكو وانا عندي 16 سنه مع الجيل الذهبي الكابتن ابو رحاب وياسر محمدي وعطيه. جيت برضو حصل لي خلع في الكتف، حصل لي خلع وقعدت سنه في البيت. جيت دكتور محمد علي الله يرحمه رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين، وكان راجل مقتنع بيا جدا، ويمكن دي كانت حاله نادره انه يجيب لعيب مصاب وهو 21 سنه خلاص هيتأهل درجه اولى، وجابني نادي المقاولين العرب وعملوا لي عمليه ولعبت موسم مع كابتن بدر عبد الفتاح. فلقيت ان الخلع ده خلاص لازم تبطيل، حارس المرمى يمكن الكابتن شوبير والكابتن اكرام خلع تبطيل. فلعبت السنه وخلاص، انا خدت قرار سنه 93 ان انا مش هقدر اكمل، رغم ان كنت ممكن، انما يعني انت دي رجلك، ايديك هي رجلك. بطلت خلاص وبعدت عن مجال الكوره تماما، انا محاسب واشتغلت فكان بينزل بقى اعلانات اللي هي ايه، يجي يطلب في مبنى مزبيرو طالبين لجنه لاختيار المعلقين الجدد، بس يكون لعيب لعب على مستوى اللعب، على فكره كانوا بيشترطوا لعب فريق اول في اي نادي على مستوى الفريق بالظبط. قدمت مع الناس السي في بتاعي، وبياخدوا هم السي في يقعد فتره، يبداوا هم يعملوا سيرش عليه برضو كده، يتصلوا بمجموعه فعلا خدوني ضمن مثلا 50 60 واحد يا كابتن. عدد كبير طبعا، عدد كبير ده اللي اتصفى، يعني ده اللي الشروط انطبقت عليه. كان ايام كانوا طالبين مثلا لعيب درجه اولى مؤهل عالي مش عارف شويه طلبات كده انطبقت على الكابتن هاني رمزي، قالوا له تعال. المهم ان انا رحت مبنى التلفزيون اول مره ادخل، طبعا الانبهار بتاع مبنى مزبيرو يعني اول مره انا عايز ادخل بس المبنى واروح، مش عايز اعلق ولا. فلقيت مجموعه من نجوم الكوره الكبار، نجوم التحكيم، فعايز اقول لحضرتك ان انا مثلا وانا في رهبه برضه طبعا رهبه، وانا خدت قرار ان انا اروح مش هدخل امتحن. انا بقول فكلمت زوجتي في التليفون وقلت لها بقول لك ايه، الموضوع ده فاشل وانا هروح. والله يا كابتن كده، هي ملهاش في الكوره بس قالت لي انت خلاص رحت كمل اليوم، يعني انت كمل اليوم وهات العيش وانت جاي وروح. فكملت اليوم فعلا وامتحنت. عايز اقول لحضرتك بقى اللجنه اللي كانت موجوده، دكتوره ماجي الحلواني عميده كليه الاعلام في الوقت ده طبعا، كابتن عصام عبد المنعم كان رئيس اتحاد الكوره، وعاملين تشكيله بقى من رؤساء الاتحادات كلها، يعني كانت كل الالعاب بتمتحن، معلق قدم وسله ويد، الدكتور محمد عبد العال ده كان رئيس اتحاد المصارعه، حسام الدين فرحات الاعلام الكبير طبعاً، اول رئيس لقناه النيل للرياضه، مدام تهاني حلاوه كانت رئيس قطاع قنوات النيل، مجموعه مثلا 8 قاعدين كده داخل انت امتحان هيئه. فكان امتحان عباره عن مونيتور، تعلق دقيقتين للقاء اوروبي، اي بقى في الاتحاد مونيتور قدامك، مونيتور واستوديو مقفول، استوديو مقفول لمده دقيقتين يا كابتن، دقيقتين بس. هو طبعا بيشوف، انا يعني انا بعد كده بتعرف انت، عارف زي الكابتن هاني رمزي لما يشوف لعيب اول ما يعمل باص يعمل لعبتين اول لمسه، تعالى يا ابني اقعد جنبي. فهو بيشوف طن الصوت بتاعك، بيشوف الجرأه على الشاشه، انت هتعمل ايه، هتتصرف ازاي. يعني مثلا كانوا جايبين لي، انا فاكر انت ما بتنساش البدايات في كل حته، يعني لما تروح اختبارات النادي الاهلي فاكر اول يوم اكيد، فجابوا لنا لقاء المانيا والكاميرون ونص الفرقتين انا ما اعرفهمش هنا وهنا، يعني ماتش قديم قوي يعني. فانت لازم يكون عندك جرأه، لازم ازاي هتتعامل مع الماتش ده، مش شرط الكره هتيجي لبرجل هقوم قايل برجل، ما انا الرقم مش باين. فالحمد لله ان انا ايه قضيت الدقيقتين، ماتش محلي كان الاهلي والمحله، وخدت بعضي ومشيت. وقفوا سالوني 3 اسئله، اسئله على مستوى الثقافه العامه مش في الكوره كمان، وروحت بيتي خلاص الموضوع انتهى. بعد شهر تقريبا بدات الرحله بقى، ان انت ضمن 10 معلقين يبداوا ياخدوا مشوارهم في بدايه الالفيه من خلال قناه النيل الرياضه اللي ليها كل الفضل ليا ولكل الاعلاميين، مفيش حد ما عداش على قناه النيل الرياضه حقيقي، كمعلق كمحلل كمقدم
هي البيت اللي فرغت للناس والقناة الفضائية. عشان ما نطولش كده الرحلة تبقى طويلة. لا لا رحلة طويلة رحلة انتوا الاثنين ده دي البداية. بس خلينا بقى نخش بجد على الملف نفسه. طبعا هسألكم سريعا جدا رأيك يا كابتن عصام, في مميزات معينة او في طون صوت معين ممكن الناس تقول اه ده ممكن يكون معلق ناجح؟ يعني هات لنا مميزات. ايه المميزات بتاعه المعلق الرياضي؟ هو كابتن في حاجات مطلوبه وحاجات اساسيه لابد يبدا بيها. اتكلمنا عن الاساسيات. المعلق هو باسبور بتاعه او الوثيقه بتاعته اللي الاول تعديه هي التون. موضوع التون وزي ما كابتن محمد قال انه لازم يشتغل على اجزاء كتيره جدا زي الثقافه بتاعته زي الموهبه. لو الموهبه موجوده والثقافه موجوده والتون موجود ويفضل ان هو يكون مارس الكوره يفضل. لكن في اسماء كتيره جدا عملاقه في الوطن العربي ما لعبتش كوره, فحته برضو الطلبات دي كتيره. اهم حاجه الموهبه, بعد كده كل شيء بيثقل بالجزء العلمي. بص يا كابتن هاني, التعليق ده هو اطول ماده في كليه الاعلام دلوقتي, يعني 90 دقيقه المعلق ده بيصاحب الناس, فلازم يكون عنده مواصفات مهمه جدا. حتى هو في اوقات كتيره جدا ممكن يعمل مشاكل جدا سياسيه ما بين الدول وبعضيها ما بين الفرق وبعضيها. لازم يكون حريص على مهنه في منتهى الخطوره. من اهم ميزات ان انت تكون شغال المهنه دي وبتحبها, عندك الموهبه زي ما قلت لك, التون. حتى واحنا بنعلق في الغرف بيبقى عليك دور كبير زي الممثل كده, ان انت تتفاعل في الاوضه تتفاعل في الغرفه تعمل تحاول تحيي المباراه. وهي مهنه زي ما قلت لك بيبقى عليك هم كبير جدا ان انت تطلع حاجه كويسه. يعني انت ماسك كابتن هاني الناس اللي بتشتغل في الوظائف العاديه بيجي اخر النهار الماتش انت عليك عبء كبير قوي ان انت تطلع حاجه كويسه للمشاهد. فاول حاجه ان لازم تكون بتحبها, دي مهنه لو انت ما استطعمتش بيها وما حسيتش زي الفن كده, لان هي طبعا حاجه راقيه جدا. التعليق ده طبعا من الحاجات الممتعه جدا. وعشان انا اوصف مباراه لازم اكون مستمتع بيها, يعني مش واخدها كوظيفه. عمري اكتر من 22 سنه لحد دلوقتي مش حاسس ان هي وظيفه, حاسس انها حاجه بروح اديها وبحبها. فتره بتاعت كورونا دي لما بعت فتره ان احنا ما بنعلقش كوره كانت واقفه في العالم كله, تحس ان انت في حاجه ناقصاك. طبعا طبعا فطبعا ودي حاجه من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى انت بتحبها, فبعد كده بقى بتتقلب لقمه عيشك فبتبدع فيها. لكن لازم تشتغل عليها لان مهنه صعبه جدا. وفي فرق يا كابتن هاني ان انت تفضل طول عمرك معلق محلي وانك تشتغل بسرعه انترناشونال كومنتيتور. انترناشونال دي هنجيلها في خلال مشوارنا زي لعيب الكوره. زي لعيب الكوره ان انت تمثل بلدك, انت تشتغل في قنوات بره فضائيه, ان انت تاخد ماتشات كبيره, تشتغل في بطولات كبيره. هاخد من كلامك يا كابتن برضو عصام وكابتن محمد, هو ليه الفتره الاخيره المعلقين العرب عاملين بصمه اكتر شويه, او المشاهد المصري والمشاهد العربي لا قال لك المعلقين العرب عندهم شويه خطوه لقدام, انت شايفها ازاي؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ انت يا كابتن عملت مقدمه اجابه للسؤال دوت مع كابتن عصام, ما قلت له المعلق يبقى كابتن عصام قال لك لوكال وبيعلق لقاءات انترناشونال. احنا في مصر هنا القنوات اللي موجوده المنتج اللي عندها كابتن هاني الدوري المصري بقالنا 10 سنين على نفس المنوال ده. طيب بص حضرتك بره كابتن عصام خلال رحلته كلها القنوات اللي مر بيها هم اللي عندهم عمليه احتكاريه للدوريات الاوروبيه اللي هي بقت دلوقتي نسبه المشاهده عليها كبيره جدا. يعني مش عايز اقول لك ان لقاء ما بيجي الديربي ريال مدريد وبرشلونه العدد اللي بقى موجود على الكافيهات اكتر من لقاء الاهلي والزمالك. لقاء محمد صلاح بتاع ليفربول بقى عدد الجماهير يتخطى لقاءات الاهلي والزمالك. كابتن عصام يتفق معايا؟ طب يبقى اذا انت بتجيب منتج اتموسفير جو جماهير موسيقى تصويريه لمعلق عنده طبعا الامكانيات بتاعته عاليه. يعني احنا مش عايزين نقول المباراه بتصنع معلق والمعلق يصنع مباراه, يبقى انت عندك ادوات. الادوات حلوه الجمله دي. طبعا طبعا يعني انت في ممكن تبقى مباراه رتمها هادي ايا كانت بقى. يعني انا اقول لك يا كابتن مش كل اللقاءات في الدوريات الاوروبيه, يعني انت بتعلق اليوفي ده نمبر 1 في ايطاليا, لما هتعلق برما مش هيبقى زي ما بتعلق لليوفي. شوف انت مستوى المعلق ومستوى المباراه, ما بتبقاش قله كفاءه من المعلق ولكن ظروف المباراه كده. ولازم انت يبقى لك كابتن محمد برضو شطاره من المعلق لما بيشوف مباراه هاديه. يعني في بعض المباريات حتى بالزبط. في الدوري الانجليزي مباراه هاديه مباراه رتمها هادي, شطاره بقى اللي بيعلق على المباراه انك لا يدخلك في اجواء ان المباراه لا مباراه مثيره مع انك مش شايف مباراه مثيره, فيبدا يقول لفظ لا ده النهارده مباراه مثيره ومباراه جايه. بس بص يا يعني كابتن هاني الفاظ نفسها هي بتعتمد. ده في جزئيه انا عايز اعصب على كابتن محمد عليها. انت حضرتك قلت المعلقين العرب وكده, المعلقين بره الشمال الافريقي او المعلقين اللي هم الغير مصريين
التعليق في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبار لابد يكون عندك ثقافه لغه، يكون عندك لغه او اثنين او ثلاثه، يكون عندك نطق اسماء، يا اما تكون انت اشتغلت على نفسك في جزئيه ان انت تروح مثلا، انا كنت مثلا بمشي 170 كيلو بالعربيه عشان اروح السفاره الروسيه عشان انطق الاسامي، مثلا السفاره اليونانيه الماتشات بتاعه اليونان وروسيا والماتشات الكبيره اسماء صعبه، الاسماء اللي حضرتك الدوري الالماني لما كنت انا علقت حضرتك على فكره في الدوري الالماني ما شاء الله، الدوري الهولندي الدوري صعب، فانت برضو شوف في ثلاث حروف في الاخر بتنطق بشكل معين بتلاقي حركه معينه، فكل ده انت لازم انت تشتغل عليه، مهم جدا. انت شايف المعلقين المصريين لا انا شفت ان في تقصير على نفسهم زي المعلقين العرب، في تقصير في السنوات اللي فاتت في العشرين تلاتين سنه اللي فاتوا، ان لازم تبقى اللجان موجوده فيها الولاد المثقفين اللي هم يعرفوا ينطقوا، شوف ابنك دلوقتي في التكنولوجيا عامل ازاي وازاي متطور وازاي مسابق الزمن، ففي ولاد دلوقتي كويسين عندهم موهبه كويسه وعندهم لغه، لان اساس المعلق دلوقتي لازم يكون عنده ثقافه كويسه، عنده نطق للاسماء كويسه، لان الدوريات كلها اوروبيه نطق فيها الاسامي هو بس هختلف انا مع كابتن عصام بس في حته صغيره. طبعا ثقافه المعلق دي اساسيه، يعني موضوع ان انت انت ما عندكش ده، يعني احنا كابتن انا كنا بنعلق دوري انجليزي 2008 2009 الحقوق كانت على قناه الشوطي مش موجوده دلوقتي، فده مش اعلان، وكنا بنجيب استوديو تحليلي في الاذاعه في التلفزيون المصري لمده ثلاث مواسم، دوري ابطال اوروبا كان بيتذاع حقوق ارضيه الدوري الانجليزي يا كابتن عصام، انت جيت فتره طبعًا طبعًا، فعايز اقول يا كابتن ان احنا لا بلاش نمشي على النغمه بتاعت ان المعلقين سواء على مستوى الخليج او مستوى الشمال الافريقي، لا ما احنا هو عصام عبده مش مصري، هو عصام عبده مصري، لا اللي بيعمل نماذج انا هقول لك كابتن، عندنا الكابتن علي محمد، لا كابتن علي محمد علي، كابتن احمد الطيب طبعًا. كابتن حاتم بطيشه قبل ما يرجع، دول كانوا في مكانه مرموقه مع كابتن عصام، كابتن اشرف شاكر، كابتن محمد الكواليني موجود، احمد فؤاد دلوقتي، لا هتقول ست سبع اسماء، في بلال علام، على ما تقول على دول على المستوى يا كابتن الوطن العربي، دول اللي ما هو انت مش هتاخد 20 واحد من مصر طبعًا. انت بتاخد 6 7 وتبدا تغير تجيب واحد تاني من الشباب، نفسنا يا كابتن ان حد زي دول يكون حتى في الدوري المصري، يعني يبقى هو ده بقى هي دي بقى يا كابتن، دي القضيه بقى اللي احنا هنشتغل عليها كابتن، وده دور عصام دور مهم، دور اللجان يا كابتن، ده دور مهم جدا لجان يا كابتن، انا عندي مشكله، مش انا عندي مشكله، مشكله عايز اطرحها كنت بتكسف اتكلم فيها، لا المشاكل كل اللجان كل اللجان يا كابتن اللي بتختار معلقين اعلاميين كبار على دماغي من فوق، ما فيهمش معلق كوره، ينفع يا كابتن هاني رمزي اعمل لجنه انا تاخد اختبارات ناشئين ما فيهاش مدرب كوره؟ ما ينفعش، لا طب انا هجيب مذيع شاطر اعلامي كبير صحفي كبير على عيني وعلى راسي، انما لازم معلق ليه قيمه كبيره، زي ما الكابتن عصام قال لك في حاجه اسمها الطن بتاع الصوت، في حاجه اسمها الموسيقى بتاعت الكوره، يعني ممكن يكون صوت حلو انما مش بتاع كوره، يعني صوت حلو بس مش بتاع كوره، الطن بتاعي ما يجيبش كوره، واحد عارف فنيات عارف يعني ايه داشنج يعني ايه طبعا. الحاجات دي بقراها انا يا كابتن، مين بقى اللي يقراها؟ واحد زي الدروس، ربنا يديله الصحه الكابتن ميم الشربيني، لو كان موجود يقعد في وسط اللجنه كابتن ميم خلاص كان قعد له 40 سنه بيعلق، مش هيبقى في دماغه ان هو ياخد محمد عفيف ياخد عصام عبده، على مدار يا كابتن ال 20 سنه الاخيره لم يوجد معلق في لجان او حتى في القنوات الخاصه، مع كل الاحترام والتقدير انا لما يحطني معلق كبير حتى لو ظلمنا انا مش زعلان، انا انت فاهمني، يعني بتكلم اللجان اللي بتختار، ما فيهاش معلق، اللجان حضرتك بتتكلم عليها بس عشان الساده المشاهدين يفهموا، اللجنه اللي بتختار معلق من البدايه، من البدايه تمام، ما هو انت بيحصل ايه بقى، انت بتختار 10 منهم 4 5 لا يصلحوا بكل امانه، ممكن اكون انا واحد منهم، انا بتكلم ممكن يكون محمد وارد، وارد ان انا اكون من الخمسه وارد. ليه بقى؟ بسبب ايه؟ ان في قصور في تشكيله اللجنه اللي بتختار المعلق، بدات القنوات الفضائيه الخاصه بس بيبقى فيها جزء برضو ايه، ان المستوى بيعلى ليه؟ بيبقى موجود الكابتن هاني رمزي محلل فبيقول رايه في فلان ده كويس فيدخل، كابتن شوبير بيقدم استوديو، كابتن مدحت شلبي، فدول ارائهم هم دول الناس اللي انا بقول لك ايه يقول رايه في المعلق، مع احترام لاي حد ما يقدرش يختبر لعيب كوره الا مدرب كوره ولاعيب كبير، ما يقدرش يختبر معلق الا معلق كبير، عمره ما هيظلمه، لان انت بتجيب واحد خلاص عنده خبرات تراكميه ما عندوش طمع بقى في الشغلانه كمان، ده حقيقي، فدي مشكله كبيره، في مشاكل ثانيه كابتن عصام، لا بره بيختاروا الموهبه الاول، هي زي ما قلت هي لا مهنه فيها واسطه ولا مهنه فيها، لازم يكون لاعب دولي 124 مباراه دوليه، والكلام ده كله كلام خطا جدا طبعا، ده كلام قديم ما ينفعش، لان دي زي ما قلت لحضرتك دي اسماء ولاعيبه وتاكتكس في الملعب، ولازم انت تدي للمشاهد ده زي الاوبن بوفيه، تدي له من كل حته ورده، تعرف يعني ايه عضله ضمه وقد ايه غيب اللعيب، تعرف يعني كابتن رمزه بيحضر فرقه وبيتعب مجهود ما تضيعوش، ما يجيش معلق لسه بقاله اسبوعين ثلاثه يقطع في مثلا سير اليكس فيرجسون، في اساسيات وبدايات لازم يدخل بيها الولد ويدخل بيها ويتطور، والقنوات بره كابتن هاني دايما عندهم ابديت، في ناس بتسمع وفي ناس بتصحح
وفي ناس ما بتخليكش تتنادى. مش عايزين نقول اللعيب يعني، انا مع احترامي انا بتناقش معاكم بكل امانه، واحنا بنتكلم بصراحه في الموضوع يا كابتن. انا برضو انا حابب اقول ان كمان يعني لازم الناس تشتغل على نفسها بايه طبعا. انت دلوقتي عندك شركات انالايز كتيره جدا جدا طبعا. لما تيجي تتكلم احنا واحنا بنتفرج المشاهد بيحب يسمع ان والله مثلا الكابتن هاني رمزي، لا ده اصل الكابتن هاني رمزي دوت عنده كام مباراه والمباراه كان كذا. الكابتن هاني رمزي المباراه اللي فاتت جري 5 كيلو بالظبط. الكابتن هاني يعني الانالايز دوت والشركات اللي بتعمل بتدي داتا بتساعدك. لو هو فيها. كمان كابتن ده ليه ده مش واصل عندنا؟ اللي انت قلته ده بقى كابتن هيفيدني كمان في انا مش شرط كل المعلقين اللي يكونوا عندي مستوى اول. انا عندي في القناه مثلا هقول على مستوى الدوري المصري يكون عندي مستويين من المعلقين. كابتن هاني رمزي هو اللي بيعمل اللقاءات الكبيره لغايه ما معلق المستوى الثاني يوصل للمكانه المرموقه ابدا اديه. لو كابتن احنا كنا بنحلم اول ما دخلنا التلفزيون ان احنا نلعب مباراه نعلق للاهلي والزمالك، يعني الاهلي مع فرقه مش الاهلي والزمالك مع بعض. ده كانت دي امنيه بعيده. ليه؟ لان كان هو القناه الثانيه وقناه النيل الرياضه هم اللي بيعلقوا مباريات. لما بدات القاعده توسع بقى في قنوات فضائيه ده فرص للمعلقين. كان في حته ايجابيه وحته سلبيه. الحته الايجابيه ان انت بقيت تلاقي مكان تعلق فيه لان المعلقين الكبار كانوا موجودين. كابتن بكر الله يرحمه موجود، الكابتن حمادة امام، كابتن مدحت شلبي، وكابتن فبقت الدنيا القاعده وسعت. انما نسب المشاهده بقت تتقطع ما بين المعلقين. غير زمان في الثمانينات كان مفروض عليك معلق واحد من نجوم الكبار فالكل بيسمع المعلق ده وخلاص هو بقى معلق ليه التون بتاعه اللي بينسجم معاه الجماهير وخدنا على الصوت بتاعه ابصر. فانت الحته كان فيها حته ايجابيه فيها حته سلبيه. الحته اللي انت بتقولها يا كابتن ازاي اقيم واعمل احصائيات للمعلقين مهمه جدا عشان يا كابتن كمان يعني. انا بتكلم ان حضرتك يعني المفروض بتتابع تاريخ اللعيب وتجيب احصائياته على المستوى الدوري على المستوى ده. اقول على المعلق ده انا كمان اقول لك اعملها للمعلق يعني اعملها زيها يعني المعلق المحترف يا كابتن. المعلق بيعمل المعلق المحترف هو شغلته ما عندوش حاجه غير التعليق. يعني انا بتبلغ مثلا بالمباراه قبلها بيومين ثلاثه فانت بتشتغل عليها. لازم تحضر المباراه تحضير محترم. ده اللي بتكلم عليه طبعا. تحضر المباراه تحضير محترم جدا جدا تديها حقها كويس. وده بورق بتبقى واخده معاك تحسبا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني ممكن رتم المباراه يقل بتاع. فانت بتلعب دور كبير جدا في انك تخلي شكل المباراه دي حلو. فلما بتحضر له ورق كويس وبتشتغل عليه كويس وبتجيب داتا كويسه وبتركز وتاخد كل مباراه لو بقالك 20 30 سنه اكنك لسه هتبدا بكره. فكل الحاجات دي طبعا بيعمل المعلق اضافه. في جزئيه بس حضرتك اتكلم وكابتن محمد اتكلمتوا عليها هي جزئيه ان التواجد المصري عمره ما هيبقى موجود بره لان القنوات بره كابتن ما بتجيبش حد تعلمه. يعني القنوات الفضائيه بره اللي هي فيها الاحداث الكبيره بتجيب معلق جاهز. يعني هم ناس عندهم بطوله كل المعلقين عايزين عندهم وبتدور على واحد عنده الكفاءه زي اللعيبه دي كابتن. اللعيب محترف بيخرج من مصر طبعا كابتن عنده كابتن هاني الكفاءه دي لو الترابيزه ما طلعتش المعلق الموهوب اللي عنده الكفاءه انه ممكن يمشي في السكه دي هو ده مربط الفرس. ان انت لازم الاول تخرج الناس دي عندها كفاءه كويسه فيبتدي بالتالي علي ازاي مشي او انا مشيت او حاتم او واتيفر فكل ده مشي لانه عنده كفاءه. وخلي بالك الحمد لله يعني الشخصيه المصريه مؤسسه لكل القنوات الفضائيه اللي اشتغلت بره. يعني كل القنوات اللي كان عندها كل البطولات دي هتلاقي المصريين هم اللي مؤسسينها في اعدادها في تعليقها في تقديمها. لان طبعا الحمد لله احنا كابتن هاني ربنا كرمنا بحاجه غريبه جدا هي اللغه بتاعتنا. اللغه المصريه هي الايطالي بتاع الوطن العربي. يعني كل الوطن العربي من مئات السنين اتربوا على الافلام المصريه. فاحنا اول حاجه المعلق المصري ده عنده سلاح خطير جدا سلاح فتاك هو سلاح اللغه. حتى بتلاقي كل المعلقين في الوطن العربي يحبوا ياخدوا كلمات مصريه لان قريبه للفهم والناس بدات بتسمعها كتير ومتعوده على ودنها ومستمتعه بيها. يعني طيب في حاجات بتطلع اثناء التعليق بتبقى احنا بنحس انها بتعلق في ودن المشاهد. يعني على سبيل المثال لسه بتكلم مع محمد جول 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 دي بتطلع منك يا محمد انت محضرها ولا دي بتطلع منك فبتلاقي الناس اللي بتشاهد المباراه وانت نازل بعد المباراه بيقولوا الجمله ديت فتبدا تقولها تاني ولا دي لازمه؟ يعني انت جبت اللازمه عن تحضير ولا عن نجاح او عن يعني الناس عجبتها عجبوا الافيه ده؟ بص يا كابتن الافيه نوعين نوع تلقائي ونوع في ناس بتحضره. ممكن انا اكون بعمل اللي بيتحضر وممكن يكون في التلقائي. يعني احيانا انا كنت مثلا ممكن اركب جمله اجي اقولها ما تلمس مع الناس. يعني انت تمشي الناس بتكلمك صحابك اللي عارفينك بتاع لا دمها تقيل. الحاجات يا كابتن اللي طلعت مني طبيعيه ما هو كل الناس بتقول جول. يعني في بيقول جول اربع مرات في بيقولها مره واحده
يعني في المدرسه اللاتينيه يا كابتن هم عندهم حاجه زي الاوبرا كده، يقول جول لمده دقيقتين. بالظبط. كابتن مجدي عبد الغني اول ما علق كان هو شغال كابتن مجدي علق فتره كبيره باللي هي طريقه المدرسه اللاتينيه. مثل المدرسه الانجليزيه، المدرسه الهاديه اللي ما فيهاش انفعالات غير ساعه الهدم. موضوع الافيه في اعتقادي ان انا لو في كلمتين ثلاثه يعني لا ادعي الكلام دوت، لان الناس حفظوهم مني كلها حاجات طبيعيه، لانها كانت مع يعني احداث غير متوقعه في المباراه. يعني ليه جول مشهور مثلا في قناه الاهلي، توقع مع توفيق من ربنا، كلمه جول جول جول، كنت لازم الاقي حاجه غير القفله بتاعه الجول. ما انت وبعدها بتوصف الجول، يعني ما انت مش هتقعد تقول جول 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 وتسيب الدنيا. بعد ما بتقول القفله بتاعه الجول دي بتوصف بقى الكابتن هاني رمزي جاب الجول ازاي. الحمد لله سمعت مع الناس وبقت هي ديت اللي يعني شويه فيها تمييز، زي ما الكابتن عصام ليه لزماته كان بيقولها في كاس الامم الافريقيه، زي كتير من النجوم بتوع التعليق بيبقى توفيق من عند ربنا. وانا بقول الافيه اللي بيتحضر بيبقى صعب قوي. انا في اعتقادي مدرسه الافيهات اللي كانت بتتحضر والتلقائيه الكابتن ميمي الشربيني ربنا يديه الصحه كان بيحضر حاجات وبتلمس، لان هو محبوب من الناس. ما ينفعش انا يا كابتن لسه بتتعرف عليا واطلع اقول لك افيه او نكته. أيوة. حتى لو حلوه مش هتقبلها مني. انما الكابتن ميمي الشربيني خلاص كان عمل قاعده عريضه، فبدات الناس تتقبل منه. لو كح يقول لك ده الكحه حلوه بتاعت الكابتن ميمي الشربيني. تمام. بس هي الافيه ده يعني لما عجب الناس فخلاص انت بالنسبه لك ثبت يعني عليه جول يعني جول جول دي يعني عشان تبقى مميزه ليك والصوت وانا عايز اقول لك يا كابتن هاني، موضوع التون بتاع الصوت ده اللي طرحه الكابتن عصام دي بتبقى نعمه من عند يعني انا ممكن صوتي وانا بتكلم معاك عادي في جلسه عاديه ما يجيبش التون بتاع المباراه. ده حقيقي. كابتن عصام عبده بكل امانه يعني انا علاقتي بالكابتن عصام بقالها اكتر من 15 سنه، من التون لو ماشي في الشارع قال السلام عليكم هو عصام عبده. كان معانا هشام فهمي نفس القصه، مش كتير عندهم الحته دي. دي بتبقى ملكه من عند ربنا وبتضيف لي في عمليه التعليق. زيدان وسونج طبعا ما حدش ينسى. بالظبط. زيدان وسونج دي كابتن يعني بتيجي تلقائيه كمان دي يعني طلعت منك يعني كمان يعني قلنا طلعت زي اللي علقت جدا مع الناس زيدان وسونج. هي بتيجي كابتن بتيجي نتيجه الحدث. انت عايش جوه الماتش طبعا. بتعيش تدخل المباراه دي بتبقى سيبوس كابتن، عبء التعليق ده عبء خطير جدا. يعني انت بتبقى عايز تدخل المباراه عايز تكسب. وبعدين دايما زي ما قلت لحضرتك انا اتمنى كل الناس وكل المعلقين حتى الشباب الصغيرين ان انت تشتغل على الاحتراف. الجزء الاحترافي ده هيكبر من اسمك طبعا، مهم جدا بشكل كبير جدا. اللازمات يا كابتن هاني ما بتحضر ما بتوصلش لقلوب الناس. يعني كل اللازمات اللي هي بتتقال بسرعه بتتقابل يعني تتقال نتيجه الحدث دي هي اللي توصل للناس. كان هي يعني التحضير ده ما بيبقاش ليه طعم. الافيه الطبيعي طبعا انت بتقابل الطبيعي. المشاهد ده اكنك بتقابل الصديق بتاعك بتحبه، بتقابل يعني حاجه جميله. فدايما لما الكلام بيطلع من القلب بيوصل للناس بسرعه بدون اي تحضير. يعني بص يا كابتن انا كنت لعيب وكان دايما بحس ان ممكن جدا العب مباراه انا شايف انها مباراه حلوه قوي. برافو جدا. ونيجي الناس بره ايه يا كابتن هاني النهارده ما كنتش قوي يعني، وانا اقول لهم لا يعني انا حاسس ان انا كنت كويس. كابتن بكر اللي مخلص عليك الكلام ده هو المعلق ما كانش يعني. فخلينا معانا تليفون من لاعب ونتناقش معاه في النقطه ديت. يعني نتناقش معاه هل فعلا تاثير المعلق على اللاعب وادائه ممكن يكون في تغيير للراي العام؟ طبعا. معانا تليفون كابتن هشام. كابتن هشام حنفي معانا. ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ ازيك انت حبيبي مبروك. ربنا يخليك. طبعا مبروك قناه الاهلي بنورها واطلالها الجديد. مبروك ليك كابتن هاني رمزي طبعا، واجهه مشرفه وواجهه كبيره ومحترمه وقائد للنادي الاهلي. اكيد مبسوط جدا وانا بتفرج عليك لان انت واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين. فمبروك للنادي الاهلي وجمهوره على القناه وشكلها الجديد. انا سعيد جدا جدا كابتن هاني، وتحياتي طبعا للنجمين الكبار اللي عندك اكيد طبعا كابتن عصام عبده وكابتن محمد عفيف. طبعا لسه يا شباب بنتكلم على نقطه مهمه جدا، ان ساعات التاثير المعلق على المباراه بيكون ليه اثر كبير جدا جدا على الناس اللي بتتفرج او الناس اللي بتسمع. فممكن جدا تلعب مباراه انت شايف انك لعبت مباراه كويسه وتخرج تلاقي العكس. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ بص يا كابتن هاني، انت اكيد راجل خبره برضو زميلنا بعض في الملاعب في صحيح. لكن هي نقطة فعلا دلوقتي في التعليق يعني قلما لما تلاقي حد بيعلق اللي شايفه واللي صح. ممكن يعني لو هشام النهارده مش موفق بس هو عنده خلفية وعنده فيدباك على هشام حنفي ان هو اداؤه متميز اداؤه عالي، فهيبقى بيلتمس له العذر لما يجي النهارده يتكلم على هشام حنفي ما يفطسوش. في نوعين شاطرين جدا يعرفوا يفطسوا ويعرفوا يعلوا،
يعني انت ممكن تبقى انت واحد مش في الحسبان خالص يطلع لك كل ماتش هو نجم المباراه، مع ان انت شايف عكس ده. يعني انت شايف عكس ده. انا اخلي يعني هم الكباتن يردوا عليك، يعني هم هو بيتكلم صح يا كابتن، هو بيتكلم صح كابتن عصام. انت سخير كابتن هشام. بص يا كابتن هاني، المعلق ده زي انا بقول لك زي يعني طبعا مع فارق وتشرف بالمهنه، مهنه القاضي، انت بتبقى واحد داخل الماتش عندك فرقتين لازم تديهم حقهم تمام التمام، يعني اربعه بيدخلوا المباراه، الحكم والفرقتين والمعلق. انا بشوف كده، انا بدخل يعني انا بشجع عصام عبده، لازم انا اللي افوز بالمباراه، فلازم افوز بالمباراه فريق واتف اي فريق، ماليش دعوه بالوان. بس الكابتن هشام بيقول ممكن تفطس لعيب طبعا، يعني بيبقى عامل مجهود كبير جدا. انت هنا في طبعا الضمير هنا لازم تدي كل واحد حقه من ال 22 لعيب اللي بينزلوا، من اللي بينزل حتى غير الماتش، يعني مثلا في بطوله افريقيه كان جده بينزل يقلب الدنيا والعالم كله كان، فانت لازم حتى اللي بينزل اخر 10 دقائق اذا غير ده بيفرق معاك كتير قوي يا كابتن هاني. اولا في الضمير، ولازم تدي كل الفريقين حقهم لان كل الفرق عندها جماهير وتحترم ولابد تحترمهم ولابد تحترم الشاشه وتحترم مجهود اللاعب اللي لعب، ولما بيكون مش في يومه في البيت دي ما تخلصش عليه، لان طبعا ممنوع المعلق يقول كلمات جارحه، ممنوع طبعا يعني يستهزئ باللاعب، ده كل ده خطا جدا كارثي طبعا. كابتن هاني وكابتن محمد اتفضل يا هشام. يعني الله يرحمه طبعا كابتن محمود بكر، يعني حاجه قامه كبيره جدا جدا في التعليق وحببنا في حاجات كتير قوي. جميل جدا. يعني والله في مره كنا بنلعب في حرس الحدود وهو ما بيحبش عبد الحميد تسيوني، رغم ان عبد الحميد تسيوني ماتش في الجول هو ما بيحبوش ما بيدلوش حقه، ففي ناس من النادي قالوا له يعني تسيوني يعني خلي بالك منه شويه. فالمهم الماتش اللي بعديه قلنا خلاص تسيوني بقى نجم المباراه. يوم الماتش برضه نفس القصه، تسيوني يجيب جول ولا يصيب، ولما يجيب جول يقول اي حد تاني سبحان الله ما كانش بيحبه. فطلع في مره كنا معزومين ضغطوا عليا انا ما بحبش مسيوني، طب اعمل ايه؟ انا صراحه كده يعني خلاص يعني اه والله العظيم الفريق قال لنا واحنا قاعدين حتى مسيوني موجود يعني وقعنا نفسنا من الضحك، قال لك انا اعمل ايه؟ طب انا ما بحبوش، طب ايش طريقه لعبه؟ عصبيته جدا. طب علقوا خلاص زي ما تيجي. طب في ماتشات انت يا هشام نفسك مريت بالتجربه دي، يعني انت حسيت انك لعبت مباراه جيده وخارج مبسوط من نفسك ولقيت العكس بسبب المعلق؟ يعني مرت عليك حد بلغك؟ انا كنت اساله، كنت هعمل مذيع واساله اه والله اسال بقول لك يا جلاله كم شغل. قليله جدا يا كابتن هاني طبعا، كتير او ما حصلتش بصفه يعني خاصه على انا فيه، لكن بتحصل ساعات انت بتحسها انك مكسر الدنيا قوي وتطلع تلاقي ان انت في التلفزيون عادي، مع انك في الماتش تبقى حاجه جامده جدا في الملعب وتجري وواخد مساحات وبتعمل اللي عليك، بتطلع في الماتش ترجع البيت يقول لك إيه انت ما كنتش كويس النهارده، قال لهم كنت ايه ده انا الراجل اشاد بيا والجهاز الفني كله اشاد بيا، وفي نفس الوقت قال لا انت ما خدتش حقك في التلفزيون. فهي بتبقى قليله يا كابتن، يعني هي فعلا زي ما بقول لك هي الضمير، كابتن طه قال لك حاجه مهمه جدا، الضمير. لو انت عندك ضمير بجد فعلا وعايز تدخل تستمتع بالكوره وتستمتع باداء اللاعبين هتقول اللي انت شايفه. يعني فهي دي اهم حاجه خلي بالك. لا جزئيه مهمه جدا، والكباتن الموجودين معانا النهارده كمان بيأيدوا كلامك لان ربنا مجهود يا كابتن هاني، مجهود بيبذل مجهود، وانت ممكن تخلي بالك ممكن تلعب في مستقبله، يعني ممكن تحول لعيب من لعيب عادي للعيب للمنتخب، ما هو الناس قاعده برضه بتسمع، الناس قاعده بتسمع يا كابتن وبتتاثر وكده، فالكلمه مهمه جدا وكل واحد يبذل يعني في مجهود بيبذل، ولو انت فعلا عندك خلفيه عن لعيب بتاريخ بارث ما تجرحوش، يعني في لا لا الماتش التعليق صعب جدا يا كابتن هاني، صعب جدا، وانت لو ما عملتش كنترول في اوقات كتيره ممكن تضيع حقوق ناس، ده مجهود وده. وبعدين خلي بالك مفيش لعيب في العالم عاوز يلعب ماتش وحش، فانت برضه لما تروح تخلص عليه وتتكلم عليه بطريقه مش كويسه في تغطيه مش في خلاص يا هشام ارجع بقى العب تاني يا هش وخلاص انت ضمنت كده. انا ارجع بقى خلاص وهتلاقي ان شاء الله نفسك في المنتخب ان شاء الله. كان لعيب كبير، كان لعيب كبير كابتن هشام حبيبي، كان لعيب كبير انت لعيب كبير يا هشام اه جدا انت لعيب كبير يا هشام، تشرفنا بوجودك في البيت الكبير وان شاء الله تشرفنا هنا بقى ان شاء الله ونتناقش بقى في ايام زمان والنادي الاهلي وبطولاتك ان شاء الله. كل سنه وانت يا هشام. طب ده رأي لعيب، طب تعالوا مع بعض بقى نشوف كمان رأي الجماهير، الجماهير طبعا ليها رأي وعاملين تقرير ليه، نشوف رأي الجماهير في المعلقين ونرجع مع حضراتكم تاني. في كابتن علي زيور و كابتن لطيف وعلى ما اعتقد كابتن مدكور ميم الشربيني فطبعا كلهم علامات في التعليق يعني، وكل واحد ليه لازمه
في التعليق. وانا بحب اكيد طبعا كابتن لطيف ده شيخ المعلقين الرياضيين، وبعدي كابتن علي زيور يا سلام، وكابتن احمد عفت، يعني محمد لطيف الله يرحمه، علي زيور هذا اهلاوي وده زملكاوي او العكس يعني، ميمي الشربين الله يديله الصحة، كان ناس محترمة وبيفهموا كم في الروح الرياضية، بيفهموا في الرياضة، الرياضة نفسها. التعليق الأيام دي ممكن تجد أن الأخ المعلق بيتكلم في موضوع كتير جدا بعيد جدا، والكاميرا في مكان تاني خالص، ثم أن التعليق ابتدى الأيام دي ياخد شكل التحيز للأندية معينة، يعني المعلق اللي له ميول زملكاوي تلاقيه بيبجل في ماتش الزمالك وفي لعبة الزمالك بشكل مبالغ فيه، واللاعب والمعلق اللي له ميول للنادي الأهلي بيشجع النادي الأهلي برضو بشكل معين، فما بقاش التعليق النهاردة بيوري لك الصورة الحقيقية اللي قدامك أكتر ما هو بيعبر عن ما بداخل المعلق من ميول شخصية عنده. زمان كنت تحس، خد بالك، أنك أنت مع أي معلق من بتوع زمان أنك أنت في الملعب بالضبط، بيحسسك واخد بالك باللعيبه كلهم وادائهم، واخد بالك بالملعب وبتاع، وبعدين حتى لو بيه عنده اضافه بتبقى اضافه جميله، واخد بالك، يعني علي الزور كان ليه، واخد بالك، حاجات لما كل ما واخد بالك هروح لفين كمان، ننسى كمان ميمي الشربيني ده ماشي كان الله واخد بالك يديله الصحه والعافيه. لا لا لا، في فرق جامد جامد حضرتك بين اللي فات ودلوقتي. يعني الايام دي المعلقين بيضيعوا وقتهم في كلام ما يمتش المباراه باي شيء للاسف، يعني واخد بالك، ما ندر منهم هو اللي بيعلق، واخد بالك، في بعض المعلقين بتوع زمان كان يقسم لك الملعب ويحفظك الملعب والكره فين ويقف في اي ركن منها، لكن دول ياخدوا الكلام ويقعد يحكي على ذكريات وحاجات، فالتعليق للاسف عايز له نظره جديده، واخد بالك، ويعملوا اختبارات للمعلقين ويشوفوا المعلومات بتاعتهم العامه ويشوفوا مدى اتقانهم للمهنة اللي هم بيأدوها. لكن دلوقتي لعيب كرة ممكن يبقى للأسف هو حريف وكل حاجة، لكن ما ينفعش في التعليق. بالنسبة للجيل الجديد ما شاء الله عليهم برضو في عندهم لباقة عالية وعندهم برضو جاذبية مش بطالة. يعني هو الحقيقة التعليق كويس، وبعدين بس برضو احنا مفتقدين لناس كتير قديمة كانت زمان زي علي زيور وزي ميمي الشربيني وعلاء الحمولي ومحمد لطيف، يعني الناس كانت كويسة. طويلة لعبة جامدة الدور الأول للنادي الأهلي. رجعنا مع حضراتكم بعد التقرير. كابتن محمد، كابتن عصام، أنا خدت جزئية واحدة بس من التقرير وسؤال مهم جدا، هل فعلا انتماء أو تحيز أو يعني أنا بنتمي إلى نادي معين بعينه ممكن ده يأثر على أدائك لما بتعلق لمباراة هذا النادي؟ بص يا كابتن، المعلق أي معلق في الدنيا لازم يكون له انتماء طبعا. وإحنا قلنا أول أربع أجيال أو خمس أجيال في المعلقين كلنا عارفين إن هم من نادي الأهلي ومن نادي الزمالك، فهو ده انتمائه. طب المعلقين بقى اللي ما كانوش نجوم كورة مش معروف انتمائهم، اللي يقول لك أصل أنا محايد دوت وما بشجعش أي فرقة يبقى مش بتاع كورة، يبقى بتاع أي حاجة تانية، هو عنده انتماء، عنده انتماء. إنما لما يدخل الاستوديو أو يقعد في كابينة التعليق يركن الانتماء ده. واحد يقول لك اصل بيبان في الصوت بتاعه، طب ما هو طبعا لازم يبان في الصوت بتاعه. اسمع اجوان الكابتن حسين مدكور للنادي الاهلي، اسمع الكابتن علي زيور للنادي الاهلي، اسمع الكابتن حماده امام اجوانه لنادي الزمالك، عشان بس الاوراق لا تختلط يا كابتن. محمد عفيفي عنده انتماء، عنده انتماء، بعلينه عمري ما علينه. انت بقى هتفسر ان هو بيبان في صوته، دي مشكلتك انت. لو هو طالع مع فرقه، اولا كابتن المعلق مش بالسذاجه ان هو ينتمي في التعليق لفرقه على حساب فرقه، خصوصا لو عندك فرقتين كبار 90% من جماهير الكرة تمثلهم، حتى الأندية الغير شعبية لو 1000 واحد بيشجعه أنت تتمنى أنه يحبك، فحتة الانتماء عنده انتماء بيطلعه ما بيطلعهوش. لو هو بقى هرب منه دي مشكلة المعلق، لو هو هرب منه وبدأ يعني مثلا لما جينا اشتغلنا فترة في قناة الأهلي قالك ده أهلاوي، لا دي مهنية، قناة الأهلي فتحت عندها لقاءات الأهلي والزمالك. وعايز أقول لحضرتك يا كابتن هاني، كان معانا نجوم من الزمالك كبار جدا، الله يرحمه الكابتن طه بصر كان من محللين قناة النادي الأهلي طبعًا. كابتن حلمي طولان، هل دول انتمائهم لنادي الزمالك ما اشتغلوش في قناة الأهلي وبدأوا يحللوا المباريات؟ كابتن فاروق جعفر وكابتن فاروق جعفر كان موجود الأهلي. في قناة الأهلي مزبوط. فإذا موضوع الانتماء القضية الجدلية ديت، لا أنا بتكلم على المستوى الشخصي أو على مجموعة كبيرة من المعلقين لا ليهم انتماء، موضوع هيبان في نبرة الصوت دي مشكلة بقى من الجماهير، إنما الجمهور الراسي اللي فاهم بيقولك ده طبيعي،
المعلق بيدخل المباراه لازم اهيص مع جوان الاهلي ومع الزمالك. المره من الاهلي لما يجيب جون هوطي صوتي ازعل 60 مليون واحد ولا 50 مليون واحد؟ بقى ده اسمه كلام يا كابتن. لا بس الموضوع على فكره يا كابتن عصام صعب مش سهل يعني طبعاً انك كابتن انك تتحكم في دوت مش سهل يا كابتن هاني. زي ما قلت لك كابتن التعليق اهم حاجه في المعلق يعني تكمله كابتن محمد. اول حاجه انا النادي الوحيد اللي بشجعه في مصر وفي الدنيا كلها هو عصام عبده. انا لازم الاول في 90 طبعا في 90 دقيقه كابتن انت بتلعبهم تمام. ده انا بكلمك على شغل احترافي طبعًا. ان انت المفروض ما تجيش على حد زي حد يعني. انت حتى لو تيجي تتفرج على فرقتين وانت جيت على فريق على حساب الفريق الثاني هتلاقي في الاخر انت كمان الجمهور مش هيحترمك. انت لازم في 90 دقيقه ده يعني الساعه ونص بتاع الماتش دول حاجه مرئيه يعني حاجه مشاهده. ما ينفعش تيجي على حساب واحد على حد وفي الاخر بيجي على اسمك. فالمعلق اللي بيعمل كده ده بيكتب شهاده نهايه لنفسه. فانت لازم تشتغل بامانه وتدي كره حقه. لان النهارده سي بعلق للاهلي بعلق للزمالك بعلق الاسماعيلي بعلق لمصر بعلق لاي حد لو انت ما قلتش المشاكل اللي موجوده فانت بتضر الفريق اصلا انت ما بتفيدوش. فانت لازم تشوف الحدث الساعه ونص. المعلق كابتن هاني الوصف بتاعه هو واصف للمباراه لازم يشتغل دايما في اطار انه واصف للمباراه. في فرق بين المعلق والمشجع. ما ينفعش ان انا اسيب مهنتي مهنه التعليق واروح في التشجيع. ما ينفعش خالص طبعا. فالمعلق اللي بياخد في السكه دي عشان برضه يستقطب جماهير ده خطا جدا جدا وبيكتب شهاده يعني وفاته. فالمفروض ان انت دي امانه زي ما قلنا وبدانا الحوار في الاخر ان ده امانه لازم تدي كل واحد حقه تدي الفرقتين حقهم. لان جمهور الفريق حتى اللي انت بتيجي معاه لما بيجي يتفرج على الماتش في الاعاده ما بيحترمكش بيحس ان انت واخد اتجاه. لو جيت مع لعيب على لعيب لو ليك اي مصالح يا كابتن. بص يا كابتن هاني المعلق ده لازم يكون نزيه نزاهه غير طبيعيه يعني ما بياخدش فلوس غير من القناه اللي انا بكلمك على شغل احترافي. ان انا ماليش دعوه باي حد خالص ماليش دعوه باي نادي ماليش دعوه باي لون. انا ليا دعوه بحاجه واحده بس هي منتخب بلدي لما بيجي يلعب ضد اي حد ببقى مصري. لا ما منتخب بلدنا كلنا بنصور منتخب بلدنا. بص كابتن عصام قال كلمه كابتن عصام الجمهور عنده وعي. الجمهور يا كابتن انت مش هتضحك على الجمهور الجمهور بيعدل دلوقتي على المحلل وعلى المعلق وعلى المقدم فانت مش هتضحك عليه. هي دي النقطه بقى هي امانه كابتن هاني هي امانه الجمهور ولازم تحترم الجماهير كلها. ولازم المعلق ده يبقى ليه رصيد من الاحترام مع الناس عشان لما يجي يتكلم الكلمه دي بتحسب عليه. ولازم زي ما قلت لك زي ما اتكلم كابتن هشام ان انت بتضيع حق بني ادم بتضيع حق واحد بيجري 90 دقيقه وانت بدوش حقه. فرقه ماسكه الماتش ومكسره الدنيا وانت بتضيعها والفريق الثاني اقل. تفاعلاتك والحاجات دي كلها لازم تسيبها. وبعدين خلي بالك كابتن هاني الحاجات دي بتيجي بعد كده بالخبره بقى بالاحتراف كل حاجه بتيجي طبعا بالخبره طبعًا. واحنا يعني طبعًا بصراحه طبعًا يعني احنا طبعًا عندنا ناس وعندنا كوادر وعندنا مواهب. مصر عظيمه كابتن يعني لا لا لا. اكبر موهبه واكبر دليل يعني حديثنا للاسف خلص ووقتنا خلص مع حضراتكم لكن الملف لسه ما خلصش. نوعدكم ان شاء الله ان احنا نكمل فيه لان كان في اسئله كتيره جدا. ان شاء الله تكونوا منورينا تاني في 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 بيت ان شاء الله. بس موضوع التعليق ده كابتن هاني محتاج لبرامج محتاجين محتاج لبرامج كبيره ومحتاج تعمل لنا فقره اسبوعيه ان شاء الله. خلاص اتفقنا. بشكرك كابتن عصام نورتنا وشرفتنا جدا محمد وشرفتنا سعداء بوجودنا معاك. خلصنا الفقره ديت والحلقه والفقره اللي جايه نجم الاهلي مع سهام إن شاء الله وبطلة الكاراتيه بطلة النادي الأهلي وبطلة العالم جيانا فاروق بعد الفاصل.